الاخوان السلام عليكم. غادي نكملوا على المساله ديال سحب النقاط من البيرمي، سحب النقاط من رخصه السياقه. كما قلنا كاينه 18 جنحه و14 مخالفه يتم بموجبها سحب النقاط من البيرمي. في الفيديو السابق كنا تكلمنا على 18 جنحه، اليوم غادي نهضروا على المخالفات واللي كما قلت عددها 14. وغنبداو بالمخالفة الأولى. المخالفة الأولى كتقول عدم احترام سائق مركبة للوقوف المفروض بعلامة قف أو بإشارة حمراء. هاد المخالفة هي السائق ملي كيجي وكيلقى علامة قف وما كيوقفش، أو كيكون الضوء الأحمر شاعل وكيدوز فيه وكيزيد، كنقولو حنا حرق ستوب. فهنا في هاد المخالفة كيمشيو 4 ديال النقاط. جيو دابا للمخالفة الثانية، كتقول تجاوز السرعة المسموح بها بما يفوق 30 كيلومتر في الساعة ويقل عن 50 كيلومتر في الساعة. فهنا في هذه المخالفة كيمشيو 4 نقاط، ومعناها أن السائق ملي كيكون جايب واحد المركبة وكيلقى واحد البلاكة ديال 60 وغادي وفات 90، يعني فات 30 كيلومتر في الساعة ولكن ما فاتش 110، بين 90 و 110. فهنا في هذه المخالفة هذه كيمشيو 4 نقاط، ولافات 50 كتولي جنحة. للمخالفة الثالثة هي السير في الاتجاه الممنوع. هو واحد السائق ديال المركبة ملي كيجي وكيلقى البلاكة ديال ممنوع المرور وكيدوز فيها، فهنا كيمشيو 4 ديال النقيطات. المخالفة رقم 4 هي عدم احترام حق الأسباقية. ملي واحد السائق كيجي الرومبا وكيلقى عندو ليس لك حق الأسباقية وكيدوز فيها، أو مثلا كيكون خارج في صغيرة وطريق كبيرة، المهم مكيكونش احترم حق الأسباقية، فهنا كيمشيولو جوج ديال النقيطات. نجيو دابا للمخالفة رقم 5 واللي كتقول التجاوز غير القانوني. ملي الإنسان كيضرب لواحد الدوبلاج، إما خط متصل لواحد الدوبلاج اللي ماشي هو هذاك، فهنا كيمشيو 4 ديال النقاط. المخالفة رقم 6 كتقول سير مركبة على الطريق العمومية ليلا دون إنارة خارج التجمعات العمرانية. هنا هاد المخالفة هادي ملي كتكون شي مركبة، واحد السائق سايق واحد المركبة في الطريق العمومية خارج التجمعات العمرانية، يعني خارج المدينة وسايق واحد المركبة وغادي بلا ضو، فهنا كيمشيو ليه 3 ديال النقاط. المخالفة رقم 7 كتقول سياقة مركبة دون التوفر على شهادة المراقبة التقنية. فهنا ملي كيكون واحد السائق سايق واحد المركبة وما عندوش شهادة المراقبة التقنية اللي هي كنقولوا ليها لافيزيت ديال المركبة، شهادة ديال المراقبة التقنية ديالو، فهنا في هاد المخالفة كيمشيو 3 ديال النقاط. دابا للمخالفة رقم 8 السير على شريط التوقف العاجل أو التوقف غير المبرر في طريق سيار. هنا ملي كتلقى واحد سائق مركبة غادي في لوطروت ولكن ما غاديش في داك المسار ديالو، كتلقاه خارج وكجيت لي من ما هو في المسار ديالو، ما هو خارج واقف وكيتم غادي في داك الشريط ديال التوقف، فهنا كيقدر يسبب الناس في حوادث السير. علاش؟ لان الناس كتكون جايه بواحد السرعه مرتفعه وهو ما شادش المسار ديالو، فكيقدر يتسبب لهم في شي حادثه سير. كذلك التوقف، التوقف غير المبرر، يعني بنادم ما عندوش شي سبب مبرر علاش وقف، مثلا سخنت ديك المركبه او كاين شي مشكل اللي اضطروا انه يوقف في الطريق السيار، ما عندوش شي تبرير غير وقف وصافي، فهنا كيمشيو له في هذه الحاله 3 نقط. دابا للمخالفه رقم 9 كتقول وقوف او توقف مركبه بقارعه ليست فيها اناره عموميه ليلا او عند عدم كفايه الرؤيه وذلك دون اناره او دون تشوير. فهنا هاد السائق ملي كيكون سايق واحد المركبه وكيوقف على قارعه الطريق، يعني في وسط الطريق وما كتكونش الاناره لا العموميه مثلا ديال الشارع كافية أو كتكون الرؤية غير واضحة، فهنا ملي ما كتكونش ديك الإنارة واضحة وما كيكونش الضوء ديال مثلا ديال واحد الحي أو واحد الفيلاج
وما كيكونش حتى شي تشوير، ما ديرش واحد التشوير وقف في قارعة ديال الطريق بلا ما يكون الضو كافلي، الرؤية غير واضحة، والتشوير ما كاينش وجا وقف هنا، كيسبب خطر للناس. غيقدر يكون شي واحد جاي ملانسي ما غيشوفوش يدخل فيه، تقدر تولي كارثة. فهنا في هذه الحالة كيمشيو ثلاثة ديال النقاط. دابا المخالفة رقم 10 كتقول تجاوز السرعة المسموح بها بما يفوق 20 كيلومتر في الساعة ولا يتجاوز 30 كيلومتر في الساعة. فهنا مثلا واحد سائق مركبة جاي حتى لقى البلاكة ديال 60، فملي كيتجاوز ديك البلاكة ديال 60 وفات 80، يعني فات 20%، ولكن ما فاتش 90، ما بين 80 و 90 والبلاكة فيها 60. فهنا في هذه المخالفة هذه كيمشيو جوج ديال النقاط، وهذه المخالفة هذه عكس المخالفة الأخرى اللي قلنا قبيلة، واللي قلنا يتجاوز السرعة 30% وما كيوصلش أو ما كيفوتش 50%. فالمخالفة الأولى كيمشيو فيها 4 نقاط وكتسمى مخالفة من الدرجة الأولى، وهذه المخالفة الثانية اللي قلنا تجاوز السرعة المسموح بها بما يفوق 20 كيلومتر في الساعة ولا يتجاوز 30 كيلومتر في الساعة، فهذه المخالفة كيمشيو فيها جوج ديال النقاط. جو دابا المخالفة رقم 11 كتقول سياقة الدراجات النارية أو الدراجات ثلاثية العجلات بمحرك أو الدراجات رباعية العجلات بمحرك لا تتوفر على هيكل دون استعمال خودة معتمدة. هنا هذه بالنسبة للمالين المطر أو التريبورتورات ثلاثية العجلات حنا اللي كنقولو، أو رباعية العجلات كاع يكونوا عندها حتى هاد الرويد. فهنا ملي كيكون واحد السائق صايق هذيك الدراجة النارية وما ديرش واحد الخودة معتمدة، لأن ما غيبقاوش هاد لي كاس غير اللي جاب شي حاجة يحطها في راسو فوق راسو، وإنما غيوليو خودات معتمدة من طرف وزارة النقل أو من طرف الهيئة الوطنية للسلامة الطرقية. هاد الخودات أو هاد لي كاسك هما اللي خص يبقى يديرهم هاد سائق الدراجات النارية، كما قلنا سواء الموتور العادي أو التريبورتور أو دراجة بربعة ديال العجلات. فهنا إلا ما كانش داير ديك الخودة المعتمدة كيمشيو ليه جوج ديال النقاط من البيرمي. نجيو دابا للمخالفة رقم 12 كتقول عدم احترام إجبارية استعمال حزام السلامة. هذه هي الإنسان أو السائق من اللي ما كيكونش داير الصمتة، فهاد المخالفة هذه كتمشي نقطة واحدة. المخالفة رقم 13 كتقول إركاب طفل تقل سنه عن 10 سنوات بالمقاعد الأمامية للمركبة. هاد المخالفة هذه هي ملي كيكون واحد الولد صغير عنده قل من 10 سنين ركب القدام، لان كيف ما كنعرفوا الدراري الصغار كيكون فيهم شويه ديال التبرزيط، بابا شوف بابا هذه كيقدر يتسبب شي حادثه. فهنا في هاد المخالفه ديال كتركب دري صغير عنده قل من 10 سنين في المقاعد الاماميه، فهنا كتمشي نقطه واحده. المخالفه رقم 14 واللي كتقول الاستعمال او التحدث بالهاتف ممسوكا باليد اثناء السياقه او اي جهاز اخر يقوم بوظائف الهاتف. هنا ملي كيكون واحد السائق سايق واحد المركبه وكيهضر بالتليفون وشادو بيديه، او شي آلة أخرى أو جهاز آخر يقوم مقام الهاتف، مثلا شاد طابليت أو شي حاجة اللي كيتكلم فيها بحال الهاتف، المهم التليفون أو أي آلة أو جهاز يقوم مقامه، هنا كتمشي نقطة. إذن الإخوان هذا فيما يخص الجناح والمخالفات التي يتم بموجبها سحب النقاط من رخصة السياقة، هذو هما الجناح والمخالفات اللي بسببهم كيمشيو النقاط من البيرمي. من طبيعة الحال هاد المخالفات والجناح راه ماشي غير النقاط اللي كيمشيو، فمثلا الجناح راه كيقدر يكون فيها السجن والغرامة والنقاط، وكذلك المخالفات راه كتخلص الفلوس وكيمشيو النقاط. فالمشرع ملي دار هاد القضية ديال النقاط هو بغى يجزر الناس اللي ما كتحترمش قانون السير، ولكن بالمقابل دار واحد القضية ديال استرجاع النقاط.
في الفيديو الاخر ان شاء الله غادي نهضروا على هذه القضيه ديال كيفيه استرجاع النقاط. الى ذلكم الحين هذا سعيد الجنيبي يحييكم تحيه مهنيه لكم في انتظار ارائكم وتعليقاتكم. تحيه لكم والسلام عليكم ورحمه الله.